تعال نروح لجولة في عالم الصحافة بعد طبعا فوزك بلعب باللقب الدوري الأوروبي على حساب روما. هنبتدي مع الصحف الإسبانية وصحيفة ماركا اللي وضعت صورة لإشبيلية بعدت وكتبت كلمة واحدة وهي إشبيلية، واختارت تستبدل بعض الحروف في كلمة إشبيلية بالأرقام الرومانية اللي بتشير طبعا لرقم 7، وهو ده عدد الألقاب الفريق الأندلسي في اليورو ليج. كمان باقي الصحف الإسبانية اختارت نفس العنوان السماء السابعة في إشارة طبعا للقب السابع لفريق إشبيلية في الدوري الأوروبي. وعلى النقيض تماما بالتأكيد سيطرت الحسرة والحزن على الصحف الإيطالية. صحيفة لاجازيتا ديلي سبورت اللي وضعت صورة ديبالا وهو بيبكي وكتبت في العنوان الرئيسي اللعنة على ركلات الترجيح. استعادت الصحيفة ذكريات روما الحزينة من 39 سنة لما خسروا النهائي البطولة الأوروبية على يد ليفربول بركلات الترجيح، وكان وقتها برضو التعادل 1-1 في ثمن المباراة الأصلية.